أهلا وسهلا بيكم. النهاردة بنكمل رحلتنا في موضوع التخطيط، ومينلي بنخطط للسنة الجديدة 2021. أنا عادة بدخل بدري قبل الميعاد الرسمي للوركشوب. الميعاد الرسمي الساعة 2، أنا بدخل قبلها بربع ساعة، والسبب ان انا بحب الخص كل اللي خدناه او اتكلمنا عنه المرات اللي فاتت، علشان كل مرة بيكون معانا صديقات جدد واصدقاء جدد، سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك، وبيسمعوا الكلام ده لاول مرة، فبحب ان هم يعني ياخدوا خلفية ولو بسيطة عن اللي عملناه في الأيام اللي فاتت، على مدار دخلنا دلوقتي إيه، دخلنا في الأسبوع الثاني، في موضوع إن إحنا بنخطط لحياتنا في عام 2021. يا ريت لو يعني المتابعين على الفيسبوك والمتابعين على اليوتيوب ساعدوني وقولوا لي إذا كانت الصورة واضحة ولا لأ. أرجو إن ما يكونش عندنا أي مشاكل المرة دي خالص، زي ما حصل المرات اللي فاتت. فالحمد لله الصوت كويس والأمور مستتبة. فهبتدي زي ما بقول لكم ان انا بحاول ان انا اتكلم على اللي اتكلمنا عنه في الوركشوبس اللي فاتت، بحيث ان احنا نقدر نتابع، فلما يجي الميعاد الصح ان احنا نبتدي الموضوع الجديد ما يكونش في حد مش عارف احنا بنتكلم عن ايه. فخلينا نشوف، احنا طبعا بنتكلم على التخطيط الشخصي. طبعا احنا ممكن نعمل هذا التخطيط بالنسبة لشغلنا، بس ممكن نعمل التخطيط لحياتنا بشكل عام. في مستويات من التخطيط، تخطيط طويل المدى، تخطيط قصير المدى. طويل المدى ممكن يكون 5 سنين فأكتر، قصير المدى ممكن يكون سنة بسنة. في أقصر كمان إن إحنا بندخل في التخطيط الشهري والأسبوعي واليومي. وبعد ما هنخلص وركشوب النهاردة هكلمكم على البرنامج الجديد اللي هيساعدنا إن إحنا نحط خططنا الشخصية في حيز التنفيذ. المرة اللي فاتت المرات مرة من المرات اللي فاتت اتكلمنا على ايه هي أعمدة حياتنا وأولوياتنا، ومفروض دلوقتي اللي متابعيني من الأول يكونوا حددوا أولويات حياتهم اللي لا تزيد عن 5 إلى 8 بالكتير قوي، ورتبنا هذه الأولويات وحددنا قيمنا الشخصية. كلمتكم المرة اللي فاتت كمان، أو المرة من المرات اللي فاتت، على هرم ماسلو واحتياجاتنا الشخصية ودوافعنا الشخصية، وده هيساعدنا نعرف إيه اللي بيحفزنا في الحياة، وإحنا في أي مستوى من مستويات هرم ماسلو. باختصار إن إحنا عندنا حاجات فسيولوجية لما بنستوفيها بندخل على اللي بعد كده، اللي هي حاجات الأمان والإحساس بالأمان. لما بنستوفيها بندخل بعد كده على العلاقات الاجتماعية، سواء الأسرية، الحب، السعادة، الجواز، الأصحاب، العيلة. بعد كده بندخل على المستوى الرابع، وهو التقدير، إحساسنا بالتقدير، يكون لنا إنجازات، يكون في عندنا ثقة، بقدر نفسي، بحترم نفسي، بحترم الآخرين. أعلى بقى مستوى هو تحقيق الذات. قلت لكم إن إحنا ما نقدرش نطلع من مستوى لمستوى إلا لما نستوفي احتياجاتنا في المستوى الأولاني. اتكلمنا على خلق التوازن في حياتنا، اتكلمنا على الإجهاد والاسترس وإزاي نكون منتجين. بعد كده دخلنا بقى عملنا محددات حياتنا،
اللي هي نتاج أولوياتنا مع قيمنا الشخصية. مفروض إن دلوقتي كل شخص تابعني في المرات اللي فاتت يكون عنده قائمة بالأولويات المهمة أوي أوي في حياته. وبعد كده دخلنا في قيمنا الشخصية، وقلنا إن دي القناعات والمعتقدات اللي بترشدنا في الحياة وبناخد قراراتنا بناء عليها. كل واحد فينا عنده مجموعة كبيرة جدا جدا من القيم، لكن لازم نركز على مجموعة أقل شوية، هي دي اللي بتكون أهم القيم اللي أنا عايزة أهتدي بيها في حياتي. اديتكم طبعا أمثلة من حياتي وأمثلة للقيم اللي أنا حددتها إن هي أعلى مستوى في مستويات القيم في حياتي. منها عملنا شعارنا في الحياة، وهي اللي هي الرؤية، رؤيتنا في الحياة، أنا موجود هنا ليه؟ أنا بعمل إيه؟ وممكن يكون عندي أكتر من شعار اللي بتلخص القيم الأساسية اللي بتفكرني كل يوم أنا قيمتي إيه في الحياة، النهاردة هفكر في إيه، النهاردة هعمل إيه، لما آخد قراري آخده بناء على إيه. ودخلنا في مرحلة مهمة جدا جدا، هي مرحلة تقييم حياتنا، ومسكنا كل أولوية من الأولويات دي وابتدينا نفنطها ونفصصها واحدة واحدة. ابتدينا طبعا إن احنا تذكرنا النعم اللي موجودة في حياتنا، عشان الشعور بالامتنان والتقدير لنعم ربنا سبحانه وتعالى حاجة أساسية جدا لازم أبني عليها قبل ما ابتدي أبص للحاجات اللي ناقصة في حياتي. قعدنا كمان نفكر في ايه التحديات اللي بتواجهني دلوقتي، ايه المخاوف اللي بتملى قلبي او اللي بتعتريني، فكرنا في ايه الامور اللي موجودة في حياتي اللي بتعمل لي اجهاد عصبي او بتؤرقني. مفروض ان انتوا عندكم دلوقتي في النوت بوك بتاعتكم كاتبين الامور دي ورايا. اعتقد ان اكتر ناس منكم هتستفيد فعلا فعلا من ورش العمل دي اللي جاب نوت بوك وقلم وكتب كل الحاجات دي، لكن المجرد اللي بيتفرج عشان يسلي نفسه او يضيع وقته وخلاص مش هيستفيد الاستفادة الكاملة. علشان كده انا بطلب منكم وبشجعكم ان انتوا تكتبوا في النوت بوك بتاعتكم، في الكراسة بتاعتكم، في دفتركم، في كشكولكم. اديتكم قائمة طويلة من الأسئلة، كل واحد فينا يسأل نفسه هذه الأسئلة ويجاوب عليها ويكتب إجابته. ده كله هيخلينا نعرف ونقيم حياتنا أكتر وأكتر. لسه مجموعة من الأسئلة الكتيرة. دخلنا في تمرين لطيف خالص وهو عجلة الحياة، واديتكم التمرين ده ورسمناه مع بعض، ووريتكم أنا حياتي عجلة حياتي شكلها إيه، وريتكم بعض الأمثلة لناس حقيقيين عملوا التمرين ده وإزاي قدروا إن هم يقيموا حياتهم. لما تتزن كل الجوانب في حياتنا هنقدر نعيش حياتنا بسلاسة وسهولة، ولكن لما يبقى في خلل في ناحية أو في نواحي عمرنا ما هنحقق الاتزان، وبالتالي عمرنا ما هنعيش حياتنا بسهولة ويسر زي ما احنا بنتمنى. دي برضو لسه ستيل أمثلة لعجلة الحياة، ودي عجلة حياتي أنا شخصيا. أديكم شايفين أنا نفسي عندي جوانب معينة اهتميت بجوانب على حساب جوانب أخرى، في حاجات لسه مش عجباني، في حاجات لسه ما وصلتش للماكسيموم فيها. وقلنا نتفكر شوية بقى في عجلة حياتنا لما نرسمها ونشوف هذه الصورة المرئية قدامنا، نبتدي نفكر واحدة واحدة ايه اللي ممكن نعمله، ايه اللي ممكن نحسنه، ايه التحديات اللي بتقابلنا في كل أولوية على حدة. بعد كده اتكلمنا على الحياة المتزنة، وإن كل واحد فينا يحط تعريفه للحياة المتزنة أو يرسم ملامح للحياة المتزنة.
اللي يصلح ليا لا يصلح ليكي، لا يصلح لكل الناس. يمكن يكون في حاجات كويسة أنا بقولها تستفيدي منها، لكن لازم كل واحد وكل واحدة تحط ملامح الحياة المتزنة أو المتوازنة يعني الخاصة بيها هي. النهاردة بقى هنتكلم في موضوع مهم جدا، بس قبل ما نبتدي فيه خلوني أطمئن على الناس اللي متابعينا، الناس اللي متابعينا على اليوتيوب، والناس اللي متابعينا على أشكركم جدا على ردودكم. طبعا في ناس بتتساءل على اليوتيوب فين الناس. ببساطة الميعاد الرسمي هو الساعة 9 بتوقيت القاهرة. أنا بدخل بدري شوية، فالناس هتبتدي تدخل واحدة واحدة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. أهلا وسهلا بيكم تاني. أنا اللي عملته قبل ما تدخلوا إن أنا لخصت كل اللي اتكلمنا عنه في المرات السابقة. في ناس متابعيني من أول مرة، أنا مبسوطة جدا جدا وأرجو إن أنتوا تكونوا مستفيدين. فاضل لنا 4 دقايق بالظبط، 4 دقايق ونبتدي في الموضوع الجديد. بأكد تاني إن اللي بيتابعني وبيعمل التمارين وبيستخدم النوت بوك والقلم بتاعه علشان يكتب اللي بطلبه منكم، هو اكتر شخص هيستفيد من ورشة العمل دي. فارجوكم ارجوكم اكتبوا، حللوا حياتكم، اكتبوا. مش لازم تكونوا شاطرين قوي قوي قوي، مش لازم يكون عندكم مفردات كتيرة قوي قوي قوي. الكلام ده ليكم انتوا بس، ما حدش هيطلع عليه غيركم. ما فيش مدرسة هتصحح وتديكم صح وغلط، لكن مهم جدا ان احنا نقيم حياتنا ونكتب هذه الامور، عشان دي هتساعدنا في النهاية ان احنا نحط خطتنا الشخصية. كمان طلبت منكم ان تنزلوا وتشتروا دفتر مواعيد. في اخر اللقاء النهارده ان شاء الله هقول لكم على البرنامج الجديد اللي هندخل فيه، اللي دفتر المواعيد ده هيكون اداة اساسية لتنفيذ الخطة اللي احنا عملناها. النهاردة هنستوفي كل جوانب الخطة بتاعتنا، وفي النهاية هيبقى عندنا خطة. طيب اعمل ايه بيها بقى؟ حتة الورقة دي اعمل بيها ايه؟ هو ده اللي هنتكلم عنه بعد كده ونحطها في حيز التنفيذ. فاللي لسه ما اشتراش دفتر مواعيد او اجندة ينزل يشتري دفتر مواعيد واجندة. اهم حاجة عندي ان دفتر المواعيد بتاعكم يكون فيه التواريخ بالأيام، ويكون في مساحة تكتبوا فيها كل حاجة. أوكي، تعالوا بقى دلوقتي ندخل في الموضوع الجديد بتاع النهاردة، وهو بدايته إزاي بقى، إيه الخطوة اللي بعد كده أو المرحلة اللي بعد كده، إزاي نعرف أنفسنا. اعرف نفسك، اعرفي نفسك. هل في حد فينا لسه ما يعرفش نفسه؟ آه، كتير مننا لسه ما نعرفش نفسنا، وده مش عيب ولا مشكلة فينا. احنا ما تعلمناش ازاي نسبر اغوار انفسنا، ما تعلمناش ده، وما حدش علمنا الكلام ده. فالنهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الكلام ده. في اول حاجة قلت لكم المرة اللي فاتت وكتبتها على الجروب على الفيسبوك، قلت لكم للتجهيز لورشة العمل المرة دي، وكتبت لكم لينك، قلت لكم ادخلوا خدوا الاختبار الشخصي دو لتحليل الشخصية مستند على شغل سيدتين كانوا من الناس العظام اللي عملوا تأثير كبير جدا جدا في علم النفس، وبيسموها البوزيتيف سايكولوجي، السايكولوجية الإيجابية والليدرشيب. يعني أنا لما بشتغل في الليدرشيب
مع الشركات والمؤسسات والمنظمات. دي من احد الادوات اللي احنا بنستخدمها واحنا بنتعامل مع المدراء ومع الموظفين، ويعني على كافة المستويات لغاية رؤساء مجلس الإدارة. ودول كلهم ناس انا اشتغلت معاهم. وكمان وانا بدرس في الجامعة كان من ضمن الكورسات اللي بنديها للطلبة في الجامعة، طبعا ده في الغرب، في كندا، مش في كندا وانجلترا، مش في عالمنا العربي. كنا كمان بنساعد الطلبة اللي محتاجين يفهموا، مثلا متعسرين انهم مش عارفين يذاكروا، مش عارفين ينظموا حياتهم، فده برضو كان أداة من الأدوات اللي كنا بنستخدمها معاهم. اختبار مايرز بريكز مختلف عن الحاجات البسيطة الساذجة اللي بتيجي على الفيسبوك يقول لك اختار مش عارف ايه واحنا نقول لك شخصيتك ايه. الحاجات دي كلها معمولة عشان تعرف معلوماتنا الشخصية، لكن اختبار مايرز بريكز زي ما قلت لكم ده من الاختبارات المحترمة اللي وراها علم، واللي معمولة فعلا عشان تساعدنا ان احنا نفهم شخصيتنا. انا هفتح لكم الويب سايت عشان نشوف مع بعض. ده بصراحة احسن اختبار لقيته باللغة العربية، طبعا يعني موجود طبعا الاختبار ده باللغة الانجليزية ومستواه محترم جدا جدا جدا، لكن ده الموقع اللي حسيت انه محترم شوية، والترجمة بتاعته ترجمة مظبوطة كويسة. وأنا نفسي دخلت عملته وتأكدت من إن النتائج بتاعته كويسة. كمان هو فور فري، مجاني، مش هيكلفنا أي حاجة. فبتبتدي إن هو بيديكي جملة أو بيديك جملة وبتختار الإجابة واحدة من الإجابات دي. يعني مثلا أجد متعة كبيرة في الخروج مع أصدقائي والتحدث مع الناس عموما. هل ده لأ؟ لأ مش أنا خالص. ميبي ساعات كده وساعات كده، أو فعلا ده أنا، ده أنا فعلا فعلا. بتدوس إيه عليه ونفضل ناخد العبارات دي واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة لغاية ما في النهاية بيدينا تقرير على إحنا شخصيتنا إيه. وعلشان اوريكم النتائج بتاعته شكلها ايه، بس خلوني الاول اطمن ان الناس متابعيني على الفيسبوك. المتابعات والمتابعين على اليوتيوب، حلو جدا، في ناس عملت الاختبار. انا مبسوطه جدا جدا الناس اللي عملت الاختبار، حلو قوي قوي قوي. ويا ريت تحتفظوا بالنتائج دي علشان ممكن تستخدموها. انا سعيده قوي ان فعلا في ناس ان في ناس عملت الاختبار فعلا. فتعالوا نرجع تاني. بعد ما تعملوا الاختبار بيطلع النتيجة. انا طبعا مش هستخدم اي حاجة، انا هستخدم نتيجتي. انا شخصيتي ENTJ، extrovert، intuitive، thinker، judging، اجتماعي، حدثي، عقلاني، صارم. ده ملخص للشخصية، لكن في تفاصيل كتيرة قوي قوي قوي. بيشرح لكم ايه هو الشخصية، ان انا مثلا شخصية اجتماعية، بحب اقابل الناس، بلاقي متعة وبستمد طاقتي من ان انا بتعامل مع الناس. في شخصية تانية، خلونا مثلا نشوف شخصية تانية مغيرة تماما. ISF، عايزة أعمل ISFP. دي مثلا شخصية مختلفة تماما عني. خلوني أفتح ويب سايت تانية وأوريكم. دي شخصية بالظبط بالظبط عكسي تماما. ISFP ده، دي شخصية انطوائي، حسي، عاطفي، مرن.
دي بالظبط بالظبط عكسي انا تماما. في شايفين كام نوع من الشخصيات؟ في 16 شخصية، 16 نوع من انواع الشخصيات. طبعا الحاجات دي مش يعني مش دقيقة بالدقة اللي هي يعني بالمسطرة بالظبط يعني. بنستخدم الأدوات دي مع تفكيرنا إحنا وأفكارنا إحنا عشان نفهم شخصيتنا، لكن بتقربنا خطوة وبتدينا كمان المفردات اللي نستخدمها علشان نتعامل مع إزاي نصف شخصيتنا وإزاي نفهم شخصيتنا أكتر وأكتر. فأنا مثلا شخص، في شخص اخر انطوائي، وانطوائي هنا ملهاش المعنى الوحش، مش بالمعنى الوحش ان ده عنده ده، لا. الفرق الاساسي ما بين الشخص الاجتماعي والشخص الانطوائي هو من اين يستمد طاقته. في ناس لما تبقى وسط ناس كتيرة بترهق نفسيا وعصبيا، بتبقى عايزة تروح في حتة كده وترتاح. قد شايفين دول ناس مشاهير قوي، مارلين مونرو كانت انطوائية مع انها كانت بتشتغل في الموفيز والافلام، وكانت بتطلع على المسرح وكانت بتقدم حفلات، لكن لما كانت بتعمل كل الحاجات اللي فيها ناس كتير قوي كانت لازم تحب ترجع بيتها وتنكمش شوية على نفسها عشان تستمد طاقتها تاني وترجع طاقتها تاني. انا لا، انا لما بتقابل معاكم ببقى مبسوطة، ببقى انرجيتك، بطلع مثلا بخلص الورك شوب وبطلع يعني سعيدة ومبسوطة وفرحانة، وبقدر اتابع يومي. ما بقولش بقى للولاد محدش يكلمني انا تعبانة الكلام ده. المعيار التاني هو الحدسي، من الحدس بالسين، او الحسي. الناس اللي هم بيعتمدوا على حواسهم الخمسة، لازم اشوفه بعيني، لازم اصدقه، لازم حاجة المسها بايدي. غير الناس التانية اللي هي بنقول عندهم حاسة سادسة، يقول لك أنا قلبي حاسس إن كذا كذا كذا، ويطلع فعلا صح أو يتحقق الموضوع، أو لما يدخلوا في موقف ما يبقى عندهم نوع من الاستشعار لإيه اللي ممكن يحصل. المعيار الثالث هو العاطفة قصاد العقل. في ناس عقلانيين، ده مش معناه ان هم ما عندهمش عاطفة. انا مثلا عقلانية، او في ناس عاطفيين، ده برضو مش معناه ان هم ما عندهمش عقل وما بيفكروش بعقلهم، لا. هو ايه اللي بتستخدمه الاول عشان تاخد قراراتك؟ في ناس بتاخد قراراتها بناء على عاطفتها اكتر، في ناس بتاخد قراراتها بناء على تفكيرها اكتر. لكن هل اللي بياخد قراراته بناء على العاطفة ما بيفكرش، ما بيستخدمش عقله؟ لا، بيفكر وبيستخدم عقله، ولكن الاول بيبدي عواطفه عن التفكير. المعيار الرابع هو الصرامة قصاد المرونة. الناس اللي هي اللي عندهم مرونة تلاقيهم عندهم مشكلة في انهم يحطوا خطط، انهم يتبعوا الخطط بتاعتهم. ممكن تلاقي عندهم مشاكل في المواعيد. الناس الصارمة مش معناه ان انا قلت كلمة، يعني هي مش هو ده، هو معناه ان هو بيحب يخطط لحياته، بيحب يفكر تفكير استباقي للي هيحصل ويرتب حياته، ما بيحبش المفاجآت قوي. ممكن يكون ما عندوش حس شوية للمغامرة، او مغامراته محسوبة الاول لازم يحسبها كويس. زي ما قلت لكم في 16 نوع من انواع الشخصيات اللي بيديها لنا هذا الاختبار. الناس اللي متابعينها حلو كويس، ناس تانية كاتبة لي ان هي عملت الاختبار. انا سعيدة بيكم جدا، مساء الفل عليكم، انا سعيدة بيكم جدا جدا. حلو.
مشاركة من المشاركين لقيت ان هي اي اس اف جي. كويس كويس، معلش صدى الصوت، انا بستخدم اللابتوب بتاعي، فطبعا يعني جودة التقنية مش عالية زي لما بستخدم كاميرا او بستخدم الموبايل. فخلوني اشوف موضوع السيتنجز، هعمل بس ايكو كانسليشن وقولوا لي اذا كان الصوت هيبقى كويس ولا لا. نرجع تاني، الاختبار بعد ما بيديكم شرح مبسط ايه شخصيتكم، بيديكم تفاصيل تانية كمان، يعني اقرأ المزيد عن الشخصية. عشان كده بقول لكم انا حبيت قوي الويب سايت دي، لانها فعلا فعلا ادت حاجات لطيفة مقارنة بويب سايت تانية بصراحة الترجمة بتاعتهم كانت مش حلوة خالص. فبيدينا نقاط القوة اللي في شخصيتي، يعني انا عندي ثقة في نفسي، ان انا عندي إرادة وعزيمة، عندي كاريزما، بفكر تفكير استراتيجي. ومن العجيب ان انا اساسا كنت فايس بريزيدنت فور استراتيجيك انيشيتيف، يعني كنت بشتغل في التخطيط الاستراتيجي طول حياتي. عندي قيادة، بنسجم مع فريق العمل، الكلام ده كله. لكن ده لا يعني ان انا ما عنديش نقاط ضعف. ايه نقاط الضعف بتاعتي؟ ان انا صعبة قوي في النقاش، فمحدش يدخل في نقاش معايا لو مش عايز يخسرني. ما بس مش متسامحة، لا ما بتسامحش فعلا. صبري قليل، فعلا صبري قليل، بزهق بسرعة. متكبر مغرور، يعني يمكن ده يخش شوية في الثقة بالنفس، ممكن يكون في ثقة بالنفس زيادة شوية. فدي نقاط الضعف اللي فيها أنا كحنان. تعالوا نشوف مثلا الشخصية العكسي تماما، إيه نقاط القوة وإيه نقاط الضعف اللي فيها. الشخصية العكسي تماما، يعني لو قلنا دي حنان بشرطة، شخصيتهم جذابة وساحرة، حساسين قوي تجاه الآخرين، عندهم خيال واسع، عندهم عاطفة جياشة، عندهم روح فنية، تلاقيهم مبدعين، يحبوا الهوايات والغنى والرسم والأعمال الفنية. مستمع جيد، بيسمع للناس كويس قوي، وعندهم مرونة ومتساهلين. دي نقاط القوة بتاعتهم. نقاط الضعف، انه ممكن يكون بيحب الاستقلالية بشكل مفرط، ما بيحب يعني بيحب انه ما يبقاش معتمد ابدا على حد، ما حدش يقول له تعمل ايه وما تعملش ايه. ممكن يكون في شوية من المزاجية، تصرفاته ما حدش يقدر يتنبأ هيعمل ايه وما يعملش ايه، منافس شرس جدا، ما بيعرفش يخطط تخطيط طويل المدى، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره. دي كلها حاجات يعني ممكن تكون نقاط ضعف. تاني برضو بيدينا نتيجة الاختبار ده وبعض الوظائف المناسبة لهذه الشخصية: رئيس إداري، مؤسس شركة، مستثمر في المهن القضائية، مدير ومشرف على الأعمال. وفعلا علشان أنا كنت عارفة شخصيتي، دايما دايما اشتغلت في مهن تتناسب مع شخصيتي أنا. حنان بشارة بقى اللي هي الأوبوزيت تماما مني، ممكن يشتغلوا في التصميم، في الأعمال الفنية، في رعاية الأطفال، ممكن يشتغلوا في المهن الاجتماعية، في التعليم، في كطبيب نفسي، في الطب، خاصة اللي بيتعامل مع الطب البيطري، عشان الحيوانات مش بتعرف تعبر عن نفسها، ولا الأطفال بيعرفوا يعبروا عن نفسهم، ولا يقولوا إيه اللي هم حاسين بيه. فنقاط القوة بتاعت هذه الشخصية بتمكنهم من فهم الآخرين. ده نوعين من الشخصيات اللي هي اللي موجودة حوالينا. وزي ما قلت لكم في 16 نوع من الشخصيات،
انت مين فيهم، انت مين فيهم. الاختبار ده ظريف جدا جدا، ان هو يعرفنا شوية عن نفسنا، ايه نقاط القوة ونقاط الضعف اللي فينا. في بعض بيجيب لك حاجة لطيفة برضو، مين المشاهير اللي شخصيتهم قريبة من شخصيتك؟ دي برضو حاجة ظريفة، أنا حسيت إن هي حاجة very fun كده وانترستنج. يعني نابليون بونابرت ويوليوس قيصر وستالين، دول كلهم شخصياتهم قريبة من شخصيتي يعني. فيعني كانت حاجة fun. يا ريت اللي ما عملش هذا الاختبار، مش هقول اني هزعل منه بس الفايدة الاكتر هتكون فعلا فعلا انتوا تعملوا الحاجات اللي انا بقول لكم عليها، مش عشان انا ديكتاتورية وبس، لا، لكن عشان انا عملت هذه البرامج مرات كتيرة وكتيرة. الاختبار ده يا تفاؤل، لو دخلتي عندي على المجموعة بتاعتنا على الفيسبوك، في لينك انا حطاها للاختبار ده، هعمل كمان هكتب اللينك تاني ليكم علشان تشوفوه. هكتبها لكم هنا عشان تقدروا تشوفوه. هكتب لكم هنا تاني. سيدة بتسأل ISFJ، طيب تعالي نشوف يا سيدة ISFJ. ISFJ ماشي. انطوائي حسي عاطفي صارم. طبعا انطوائي مش معناه ان انت ما بتحبيش الناس، معناه ان وجودك في تجمع كبير بيرهقك نفسيا وعصبيا، لكن ده ما يمنعش انك تقدري برضو تتعاملي مع الناس وتستمتعي بالتجمعات وبالتعامل مع الناس اللي هي الغريبة عنك، لكن لازم تدي لنفسك مساحة ان انت تستعيدي طاقتك النفسية تاني. طبعا حسي معناه ان انت ما بتعتمديش قوي على الحاسة السادسة عندك، لازم تشوفي، وده بيخليكي تتنبهي للأمور اللي حواليكي. طبعا عاطفي معناه ان احساسك بعواطف الناس ومشاعرهم عالي جدا جدا، واحساسك بالعواطف اللي انت بتشعري بيها برضو عالي جدا جدا. صارمة معناها انك بتحبي التخطيط، بتحبي تلتزمي بالخطط اللي انت بتحطيها، بتهتمي بالناس وبتحاولي ان يكون الامن مستتب في المكان اللي انت فيه. هنا طبعا في حاجة ظريفة قوي، بيقول لك ان شخصيتك بيسموها في اختبار تاني، عشان كده بقول لكم يعني في نظرية تانية، هو شخصية الوصي، او الشخص المسؤول اللي بيحب كل الامور تكون مستتبة، والناس اللي حواليه اللي بيحبها بيكون مهتم بيهم. كل شخصيات حلوة، ما فيش شخصية وحشة على فكرة، كل الشخصيات شخصيات حلوة، إذا عرفنا نقاط القوة بتاعتنا واستغلناها، ونقاط الضعف بتاعتنا وحاولنا إن إحنا يا إما نتفاداها يا إما نحط استراتيجيات في حياتنا ما تخليش جوانب الضعف دي تعمل لنا مشكلة في حياتنا. إيه تاني في شخصيتك؟ مكتوب طبعا حاجات كويسة، شخصية داعمة عاطفية، بتقدري تدعمي الناس اللي انت بتحبيهم، تقفي جنب جوزك، جنب اولادك، جنب اصحابك، ودودة موثوقة، يعني الناس تقدر تثق فيكي. مستمع جيد، تقدري تسمعي للاخرين، برضو تقدري تديري حياتك خاصة الأمور المالية كويس، بتسعدي الآخرين. أعتقد كلام لطيف قوي وواضح،
عشان كده بقول لكم انا حبيت الويب سايت دي لان كلامها واضح. نيجي بقى ايه لنقاط الضعف. مثلا خجول للغايه، فده ممكن يحسس اللي حواليكي ان انت ما عندكيش ثقه في نفسك. مثلا ياخذ الامور على محمل شخصي، ان كل حاجه تحصل بتاخديها كانها متعلقه بيكي انت، كمان بتكبتي مشاعرك، ما بتعبريش عن مشاعرك، بتتحملي اكتر من طاقتك. كل دي بعض نقاط الضعف اللي ممكن تسبب تحديات ليكي في حياتك. فمهم قوي 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 ان انتوا تعملوا هذا الاختبار علشان نقدر نكمل الوركشوب دي. طبعا مش هنقدر دلوقتي ان انا استناكم ان انتوا تعملوا الاختبار، لكن طبعا الفيديوهات دي بتبقى متوفرة بعد ما نخلص الوركشوب. اقعدوا كده مع نفسكم، خلصوا الاختبار وامشوا تاني مع الوركشوب واحدة واحدة. فاحنا بعد ما خلصنا مايرز بريكس تيست نبتدي بقى ندخل في حاجة تانية برضو انا جايب يعني جايباها ومستعيراها من عالم الشركات والمؤسسات والاورجنايزيشنز، هو السوات اناليسيس. ما لقيتلوش تعريف بصراحة عجبني باللغة العربية. هو تحليل القوى، نقاط القوى ونقاط الضعف والفرص والتهديدات. الشركات من أكتر من 30 سنة دلوقتي أو أكتر كمان، يمكن قرب 50 سنة، بيستخدموا التول دي أو الأداة دي عشان يقيموا موقفهم في السوق. احنا كمان محتاجين ده عشان نقيم موقفنا في الحياة. التحليل ده فيه اربع عناصر زي ما قلت لكم، نقاط القوة ونقاط الضعف. عشان كده عملنا الاختبار بتاع مايرز بريكس علشان نقدر نساعد نفسنا ان احنا نفهم نفسنا شوية ونحدد ايه نقاط القوة اللي في شخصيتي وايه نقاط الضعف اللي في شخصيتي. الحاجة التانية اني هقيم الفرص اللي موجودة في حياتي، وكمان هقيم التهديدات او التحديات اللي موجودة في حياتي. نقاط القوة هي الصفات اللي بنعتبرها صفات داعمة لنجاحنا، اللي هتمكننا ان احنا نحقق أهدافنا، زي مثلا التصميم، الإصرار، الطبيعة التحليلية، التفكير الإيجابي، القلب المحب. كمان يعني حسب كل واحد بقى وشخصيته نقاط القوة بتاعته إيه. العنصر التاني اللي هو نقاط الضعف أو بسميها المعوقات الشخصية، هي السمات اللي موجودة فيها اللي ربما تعوقني عن ان انا احقق اهدافي. وكل انسان فينا عنده نقاط ضعف، ده امر طبيعي، احنا بشر والبشر زي ما قلنا وعارفين ان احنا مش كاملين. علشان كده محدش فينا يخجل ان هو يبص لنقاط الضعف. وزي ما بقول لكم العملية دي احنا بنعملها بيننا وبين نفسنا، ما احناش محتاجين ان احنا نقعد نعرف الناس بقى انا نقطه ضعفي، انا نقطه ضعفي، انا نقطه ضعفي في الكلام ده. طبعا لما نعرف نقاط ضعفنا ده هيعرفنا الطرق اللي ممكن عن طريقها ان احنا نحسن نفسنا ونحسن حياتنا. بعض نقاط الضعف مثلا ممكن تكون الخوف او الاندفاع، التهور، المزاجية، السلبية، التبذير. دي بعض نقاط الضعف اللي ممكن تعوقنا عن تنفيذ اهدافنا او تحقيق اهدافنا. ايه تاني؟ الفرص الخارجية. ايه بقى الفرص اللي موجودة حواليا؟ مثلا ونفكر في اولوياتنا. يعني انا مثلا حددت عملي
كأولوية من أولوياتي، إيه الفرص اللي موجودة في حياتي المهنية؟ هل في مثلا ترقية، فرصة تدريب، فرصة تعامل كويس مع الآخرين؟ هل في مثلا مدير بيدعمني في علاقاتي مع الآخرين؟ إيه الفرص اللي موجودة؟ صداقات جديدة، أحسن علاقاتي مع الآخرين، في حد بيحبني؟ ايه الفرص اللي موجودة في حياتي الزوجية او في حياتي الأسرية او في بيئتي بشكل عام؟ زي ما شفنا الفرص، نشوف بقى التهديدات او التحديات اللي هتواجهنا. دي بقى المخاطر او الصعاب او التحديات اللي ممكن تواجهنا، واللي مش جاية مش نابعة من جوانا، لا دي موجودة حوالينا. يعني مثلا شخصيات بنتعامل معاها ممكن تكون تحدي من التحديات اللي بتواجهنا. مثلا شغلي محتاج مهارات معينة، المهارات دي مش موجودة فيا، فده تحدي، بس تحدي مفروض عليا من بيئة العمل. مثال مثلا من الأمثلة إن هما مثلا في الشغل جابوا برنامج جديد، البرنامج الجديد ده محتاج مهارات جديدة مش موجودة عندي، معرفش أعملها. فمثلا ممكن يكون في بيتي في تحديات معينة في البيت موجودة، في بيئة، البيئة اللي أنا عايشة فيها دي كلها أمور معينة لازم نفكر فيها. خلوني أرجع أشوف الناس اللي متابعينا، الناس، في ناس متابعينا على الفيسبوك، والناس اللي متابعينا على ال ال كويس، وما فيش أسئلة. في سؤال، هل ينفع أكون طبيبة نفسية؟ طبعا أنا ما أقدرش أجاوبك بالسهولة دي، ولكن ده مجال من المجالات اللي فيه، اللي بتتطلب المهارات أو نقاط القوة اللي موجودة فيكي. طبعا تحديد المجال اللي هتشتغلي فيه بيحدده حاجات كتيرة قوي قوي قوي، ميولك الشخصية، الحاجات اللي انت بتحبيها، الميل الطبيعي لدراسة معينة. فده ده ممكن يكون ورشة عمل كاملة نتكلم فيها على ازاي احدد المجال اللي ممكن اشتغل فيه. ويمكن انا دلوقتي يعني شغاله مع مجموعه من الشباب على هذا الامر، ان احنا نحدد ايه الحاجات اللي تنفعهم او لا، او تحديد المسار الوظيفي مع بعض الناس اللي هي اوريدي فعلا بتشتغل. وبزعل جدا جدا لما الاقي شخص اشتغل لسنوات طويله جدا في مجال ما بيحبوش، فده شيء يعني مش حلو قوي ومحزن. فنرجع تاني عشان نكمل الورك شوب بتاعتنا. بعد ما فكرنا في نقاط القوة ونقاط الضعف، عايزاكم تفكروا في ايه هي الفرص المتاحة امامكم، ايه هي التحديات اللي موجودة حواليكم. وده جدول بسيط جدا جدا، نرجع تاني للنوت بوك بتاعتنا ونكتب نقاط قوتي الشخصية. نقاط قوتي الشخصية ونقاط ونقاط الضعف اللي موجودة، ونكتب الفرص الخارجية والتهديدات أو التحديات الخارجية. زي ما قلت لكم، ممكن حتى ببساطة تعملوا صفحة في النوت بوك بتاعتكم لنقاط القوة الشخصية، وصفحة تانية لنقاط الضعف الشخصية، وصفحة للفرص، وصفحة للتهديدات. لكن أنا بحب يكونوا موجودين قدامي في جدول واحد عشان أقدر بعد كده كمان أحللها أكتر وأكتر. فأرجو إن انتوا تعملوا الخطوة دي. مفروض الناس اللي عملت الاختبار يكون سهل عليها إن هي تكتب نقاط القوة ونقاط الضعف في شخصيتها، ومفروض إنهم يفكروا دلوقتي بس في الفرص والتحديات. لكن زي ما بقول لكم، ممكن بعد ما يخلص اللقاء بتاعنا تقعدوا كده مع نفسكم في حالة من الهدوء، وتبتدوا تكتبوا الكلام ده وتحللوه واحدة واحدة.
انا تنبهت لحاجه على اليوتيوب، يا ترى كنتوا شايفين الشاشه كامله ولا كنتوا شايفين الشاشه صغيره لما بعمل العرض التقديمي بتاعي؟ يا ريت برضو تقولولي على يعني شايفين الشاشة كويس ولا لا. بعد ما نعمل هذا الجدول ويكون موجود قدامنا بشكل واضح، ندخل بقى على الاستراتيجيات اللي هستخدمها في 2021. عندنا 4 أنواع من الاستراتيجيات اللي عايزاكم تفكروا فيها. استراتيجيات بتربط الفرص المتاحة ليا مع نقاط قوتي الشخصية. إزاي ممكن أستفيد من الفرص اللي موجودة باستخدام نقاط القوة اللي موجودة عندي؟ يعني مثلا أنا نقاط القوة اللي موجودة عندي إن أنا بعرف كويس قوي في التخطيط، وبحب التخطيط والتخطيط الاستراتيجي. فلما جت فرصة في الكارير بتاعي توافقت مع هذه المهارة اللي أنا اللي موجودة عندي، قدمت فيها ونجحت فيها. حاجة تانية، عشان أنا بحب إن أنا أتعامل مع الناس، كان سهل عليا ان انا اعمل ورك شوبس واعمل تريننج، وان انا اكون كمان كونسلتنت، ان انا اكون مستشاره اداريه. فدي كلها كانت فرص اتيحت ليا واستفدت منها. ايه تاني بقى كمان؟ مثلا استراتيجيات الفرص، بس في نقط ضعف عندي، ازاي محتاجه اتغلب على نقاط الضعف دي علشان استفيد من الفرص، او ازاي استفيد من الفرص المتاحة عشان اتغلب على نقاط الضعف عندي. زي مثلا ان يكون في فرص تدريب في المكان اللي انا بشتغل فيه، فبشوف ايه نقاط الضعف اللي موجودة عندي وبستغل فرص التدريب دي. او مثلا ان انا عندي متاح مثلا اونلاين، موجود كلاسز، موجود برامج او حاجات تساعدني، فممكن اتعلم حاجه. او مثلا من ضمن الفرص ان يكون في انسان موجود في حياتي اقدر اتعلم منه او اقدر استفيد منه. دي امثله على الاستراتيجيات. يبقى انا لما اترجم ده الاستراتيجيه ايه؟ ان انا هشوف الفرص المتاحه اللي تتوافق مع نقاط القوة اللي موجودة عندي، وحاول استفيد من هذه الفرص. في نفس الوقت اشوف ايه الفرص اللي متاحة عندي عشان اتغلب على نقاط الضعف اللي عندي. نيجي للنوع الثالث من الاستراتيجيات، وهو استراتيجيات بتجمع ما بين قوتي والتهديدات او التحديات اللي موجودة حواليا. يعني أنا زي حددت مثلا إن في تحدي من التحديات، شخص معين بيتعامل معايا بيمثل تهديد عليا أو تحدي من التحديات. يا ترى أنا إيه نقاط القوة الشخصية اللي موجودة عندي اللي ممكن أستغلها في إن أنا أحيد هذا الشخص، أو إن أنا أكسبه في صفي، أو على الأقل أتقي شره وإساءته ليا. النوع الرابع من الاستراتيجيات هو الاستراتيجيات اللي بتجمع ما بين نقاط الضعف والتهديدات الخارجية. زي مثلا انا زي مثلا انسان ما بحبش التجمعات الكبيرة مثلا، يبقى ازاي اقدر اتجنب وجودي في هذه التجمعات الكبيرة بدون ما يضرني مثلا في مجال العمل، او بدون ما يأثر على علاقتي مع عائلتي مثلا. مثلا ناس ما بتحبش تدي بريزنتيشنز، ما بتحبش تقف قدام الإدارة بتاعتها وتشرح وتتكلم. ازاي ممكن اشرح واقول كل اللي انا عايزه اقوله من غير مثلا ما اعمل دواء؟ او نرجع تاني للاستراتيجيات اللي هي النوع التاني، اذا كان في فرصه تدريب على البرزنتيشن سكيلز مثلا اخدها، بحيث ان انا اقدر ان انا ادي برزنتيشن للاخرين.
طيب كويس، في ناس شايفة إن الاختبار صحيح، كويس الحمد لله، لأن أنا فعلا دورت كتير قوي، مش عشان الاختبار مش موجود، لكن أنا كنت بدور على وجوده باللغة العربية عشان يقدر الكل يستفيد منه. نكمل تاني. أنا بقى خدت بقى كل ده وابتديت أحط أهدافي الشخصية لسنة 2021، وربطت الأهداف دي بالأولويات، عشان كده مسكت وفنطت الأولويات بتاعتي. أنا عندي 8 أولويات في حياتي، في كل أولوية فكرت إيه اللي أنا عايزة أحققه في سنة 2021. وهنا لازم أكلمكم شوية على موضوع الأهداف ووضع الأهداف. طبعا مشهور قوي إنهم بيعملوا الأهداف اللي هي سمارت، أو باللغة العربية بيسموها الهدف الذكي. هو مش ذكي ولا حاجة، هو سمارت عبارة عن بعض اختصار لبعض الكلمات، انه يكون سبيسيفيك محدد. هدفي لازم يكون محدد، ما يكونش هدف عايم. يعني مثلا انا عايزة ابقى سعيدة، دي الغاية الكبيرة، لكن عشان احقق السعادة لازم اخد خطوات محددة، فلازم الهدف يكون محدد ميجرابل اقدر اقيسه. يعني سي مثلا عايزه اخس 10 كيلو، حددت، فلازم يكون سبيسيفيك محدد ميجرابل، يعني اقدر اقيسه. لان في مبدا في الاداره بيقول لك ايه، ان احنا بنقدر نحسن ما نستطيع قياسه. لو حاجه ما قدرتش اقيسها مش هعرف احسنها. فلازم نحاول ان يكون الهدف بتاعنا في طريقة اني اقدر اقيسه. ايه attainable اقدر احققه؟ هل في حد فينا يقدر دلوقتي يقول انا عايز ادخل انافس في الاولمبياد؟ تخيلوا كده. غير مثلا لو طفل عنده 5 سنين جه قال لي انا عايز انافس في الاولمبياد. لو جالي شخص عنده 40 سنة ويقول أنا عايز أنافس في الأولمبياد، هقول له فكر تاني، فكر في حاجة مختلفة شوية. لكن لو جالي طفل عنده 5 سنين وقال لي أنا عايز أتنافس في الأولمبياد، هقول له أوكي حلو، تقدر، تعال نحط خطة عشان نوصل لنحقق ده. لأنه ممكن طفل صغير مع التدريب على مدار 10 سنين، يبقى عنده 15 سنة، يبقى قادر انه ينافس في الاولمبياد. شخص بيبتدي رياضة وهو عنده 40 سنة لأول مرة ما يقدرش ينافس في الاولمبياد، لانه ده محتاج عمل كبير قوي قوي قوي. فنفكر كده، هل اللي انا بفكر فيه ده، الهدف اللي انا بفكر فيه ده، اقدر احققه ولا لا؟ ار رياليستيك، يكون هدف واقعي، يكون مرتبط بحياتي الواقعية. بس ده برضو ما يمنعناش ان احنا ما نحلمش. يمكن تحسوا فيه تضاد في الكلام، لكن ما فيش تضاد في الكلام. على سبيل المثال، في شخص قال مثلا ان هو نفسه يبقى عنده الحصان بتاعه. ده انا لما هاجي اتكلم معاه، انت تقدر تشتري حصان؟ لا، محتاج اشتري مثلا حصان، ما عنديش الامكانيات لشراء حصان. مش بس كده، انا ما عنديش الامكانيات لشراء حصان، ما عنديش المكان اللي اقدر اربي فيه حصان. لكن واحد مثلا زي اسمه ايه، السقا، اسمه احمد السقا، احمد السقا، كان مثلا نفسه بيحب الحصانه جدا جدا، امكانياته الماليه
مكنته انه يبقى عنده حصان وعنده مزرعه احصنه، او يشتري حصان ويحطه في مزرعه احصنه، مكنته امكانياته انه يعمل ده، انه كان هدف رياليستيك بالنسبه له، واقعي بالنسبه له، عشان عنده القدره انه يقدر يحققه. تي مهمه جدا بقى، تي يعني تايم باوند، يعني مرتبط بوقت. ما اقولش مثلا والله اصل انا عايزه ابقى غني، زي مثلا عايزه ابقى غني، غني ده يعني يبقى معاك 1000 دولار او 1000 جنيه ولا 10,000 ولا 100,000 ولا مليون ولا 10 مليون، ما كل دول ممكن يعتبروا نفسهم اغنياء. فده يكون سبيسيفيك، محدد، ميجرابل، اقدر اقيسه بالمبلغ، اتينابل، ممكن اي حد ممكن يبقى مليونير. رياليستيك، هنا ساعتها نفكر بقى، والله انا واحد ما بقبضش، بشتغل في وظيفه ووظيفتي محدده وما بقبضش غير مبلغ معين، غير مثلا شخص بيشتغل في العمل الحر، انا عملي ممكن لو طورته وحسنته اجيب احسن واحسن. تي بقى تايم باوند، هل ممكن ابقى مليونير في سنه ولا في سنتين ولا في 10 سنين ولا في 5 سنين؟ انا عايز ابقى دكتور، معروف ان انا عشان ابقى دكتور لازم اخد ال7 سنين دراسة طب، بعدها اخد ماجستير، حدي لنفسي سنتين بس عشان اخد الماجستير، لازم اخد دكتوراه، 4 سنين عشان اخد دكتوراه، مش هزود عن كده. فلازم الهدف بتاعنا يكون هدف محدد قابل للقياس، واقعي اقدر احققه، ومرتبط بزمن. تعالوا اوريكم انا لما جيت احدد الاهداف بتاعتي عملت ايه. طبعا كان في بند الصحة الجسدية، حددت عشان صحتي تتحسن في 3 حاجات لازم اعملها، لازم امارس اليوجا كل يوم عشان المرونة في مفاصلي وعضلاتي والكلام ده كله، انا عندي حاجة عضوية معينة بتتطلب نظام غذائي معين فلازم امشي على النظام الغذائي ده، لازم اخس شوية، فحددت لنفسي 15 سوري 15,000 سعر، يا لهوي هبقى فيل 1500 سعر حراري يوميا. ال3 حاجات دول، ال3 اهداف دول محدده، محدده، يوجا، اكل، سعرات حراريه محدده، ميجرابل، اقدر اقيسها، اليوجا ما تقلش عن 20 دقيقه كل يوم، النظام الغذائي موجود عندي سيستم بتبعه، ال 1500 سعر حراري محددين موجودين، يبقى محدد اقدر اقيسه، رياليستيك، معقول اقدر اعملهم فعلا. يعني مثلا لو سيف السعرات الحراريه حطيت 500 سعر حراري في اليوم، لا طبعا ما اقدرش، لان انسانه في سني وبوزني وبنشاطي محتاجه من 1500 ل 2000 سعر حراري، انا لو عملت 500 سعر حراري مش هقوم من مكاني. يبقى رياليستيك، واقعي واقدر احققه، وتايم باوند، تايم باوند، لان انا كل يوم من ايام 2021 هعمل يوجا يوميا ان شاء الله، كل يوم همشي على النظام الغذائي ده، كل يوم هعمل كذا، محدد ومرتبط بالوقت. ممكن مثلا احدده مثلا انه في الربع الاولاني بس همشي مثلا على نظام غذائي 2000 سعر حراري اول 4 شهور، بعد كده هنزله ل 1500، بعد كده كذا، بعد كده كذا. مشيت بنفس الطريقة بنفس التسلسل على كل أولوية من أولويات حياتي. في صحتي النفسية إيه اللي أنا محتاجاه عشان أحافظ على صحتي النفسية والروحانية؟ لازم أعمل مديتيشن كل يوم، جلسة تأمل كل يوم، لازم أقرأ القرآن كل يوم، لازم كل يوم أحدد لنفسي 3 مهام يومية أساسية بتكون الأساسية بالنسبة لي. في عملي ككاتبة أنا عندي كتاب جديد بشتغل عليه، حددت لنفسي كوتة معينة يوميا لازم أكتبها ولازم أعملها. نفس الحكاية لكل حاجة، حتى في العلاقات
علاقتي بزوجي، عايزه علاقتي بجوزي تبقى كويسه، عملنا حاجه اسمها ويكلي ديت نايت، كل اسبوع لازم نعمل مقابله بيني وبينه بحيث ان يبقى في وقت قاعدينه مع بعض، ان احنا نمارس الرياضه سوا. علاقتي باولادي انا محتاجه اسمع لهم اكتر، محتاجه ممكن يكون حد مثلا يقول انا محتاجه اتكلم معاهم اكتر، او انا محتاجه اقضي وقت معاهم اكتر، انا محتاجه العب معاهم اكتر، محتاجه ابطل ازعق فيهم مثلا. في بيئه بيتي انا عملت جدول تنظيف يومي واسبوعي هلتزم بيه، ان انا انظف المطبخ يوميا قبل ما انام. فدي بعض الاهداف اللي انا حطيتها لنفسي تحت كل اولوية من اولويات حياتي. دلوقتي بقى دورك ودورك ان انت تروح تدور على اولويات حياتك واولويات حياتك وتحددي اهداف. ما تزوديش الاهداف عن 3 اهداف، خلينا واقعيين، احنا كل ما تزيد هذه القائمة كل ما هنحتاج اكتر واكتر، فلازم مش بكثرة الاهداف هتبقى حياتي كويسة. بالعكس انا لو حطيت هدف واحد تحت كل اولوية يكون احسن واحسن كمان. يا ترى الناس اللي متابعيني ماشي الحال؟ المتابعة كويسة؟ اوكي جميل، تعالوا نكمل. هنا بقى بعد ما نحط الأهداف نبتدي بقى نجمع كل حاجة ونعمل خطتنا الشخصية لعام 2021. طبعا مش هتقدروا دلوقتي ان انتوا تعملوا كل اهدافكم، فبعد ما يخلص بعد ما تخلص الورك شوب يا ريت تقعدوا وتحددوا اهدافكم. اللي عايز يشارك اهدافه معايا ممكن تبعتولي رسالة خاصة بحيث ان احنا ممكن نتكلم مع بعض، مش بنتكلم، انا ما بتكلمش بالصوت مع حد، بالكتابة. اراجع الاهداف دي معاكم واقول لكم ايه اللي ممكن تعملوه عشان تحسنوا الاهداف دي اكتر واكتر. هنا انا لخصت كل خطتي الشخصية، عملت في جدول، والجدول ده الورقة دي بعملها وبعلقها قدامي في مكتبي او في حاجه قدامي بحيث انها تكون واضحه اقدر اشوفها، او في النوت بوك بتاعتي بحيث ان انا اقدر اشوفها. رؤيه حياتي، ايه هي رؤيه حياتي؟ ايه هي اولوياتي؟ عشان دايما دايما افكر نفسي بهذه الاولويات عشان ما الاقيش نفسي متجهه اتجاه على حساب الاتجاه الاخر. ايه هي قيمي الشخصية؟ مهمة جدا، والتمرين ده احنا عملناه مع بعض. ايه الحاجات اللي هقيم بيها حياتي في اخر كل يوم؟ هفكر يا ترى انا عملت حاجة فعلا في شخصي لصحتي؟ هل حافظت على التوازن؟ يا ترى تأثيري كان ايه النهاردة؟ يا ترى مارست الايجابية ولا سبت نفسي كده اقع في مستنقع اليأس والاكتئاب؟ يا ترى نفسيتي كان شكلها ايه؟ روحي السلام الداخلي بتاعي كان شكله ايه؟ ودي اهدافي الشخصية كتبتهم ورا بعض، وتأكدت ان اهدافي دي محددة اقدر اقيسها، اقدر اوصل لها واحققها، واقعية ومحددة بزمن وبوقت. بعد كده هنتعلم مع بعض ازاي نضع خطتنا في حيز التطبيق. علشان كده عندنا برنامج التالي، هو مهارات تنظيم الحياة وتنفيذ الخطط الشخصية. اللي احنا عملناه الايام اللي فاتت هو ان احنا عملنا خطتنا الشخصية ووصلنا في النهاية ان احنا عملنا هذه الخطة الشخصية.
يا ريت يا ريت تمشوا واحدة واحدة مع اللي احنا عملناه. وانا عايزة كمان اوريكم على الفيسبوك الجروب واللي بنعمله في الجروب، عشان الناس اللي مش متابعاني في الجروب ده للسيدات فقط، علشان يكونوا مرتاحين. في سيدات كتيرة قوي للأسف في عالمنا العربي بيبقى عندها بعض التحديات في حياتها ما بتخليهاش تقدر تدخل على أي جروب والسلام، فأنا عاملها. الجروب فيه فوق هتلاقوا فيه حاجة اسمها يونتس، بالعربي اسمها الوحدات. الوحدة اللي احنا شغالين فيها هي وحدة التخطيط، وتحت وحدة التخطيط انا حاطة كل حاجة عملناها من اول. فطبعا ايه اللي تحت ده هو الحاجات الاولانية خالص والفيديوهات، وكمان اضافات جديدة بتلخص الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، فدي برضو ممكن تمكنكم ان انتم تشوفوا هذه الوحدات شوية شوية. بعد شوية هيبقى فيه وحدة تانية جديدة للبرنامج الجديد اللي هي مهارات تنظيم الحياة وتنفيذ الخطط، اللي هنعملها بعد شوية مع بعض. نرجع تاني نلخص كده على السريع اللي خدناه النهاردة. النهاردة احنا ركزنا على معرفتنا بذاتنا، واتكلمنا على اختبار مايرز بريجز لتحليل الشخصية، وشفنا ايه النتائج اللي بيديها لنا. النتائج دي استخدمناها في أداة أخرى اسمها سوات أناليسز، وفيها بتجمع طبعا نقاط القوة ونقاط الضعف في بيئتنا الخارجية. عرفنا ايه هي وحل، يعني لخصناهم في هذا الجدول. يا ريت تكونوا كتبتوا الملخص ده او تكملوا ده بعد ما ينتهي الفيديو، تخلصوه، مهم جدا. واتكلمنا على الاستراتيجيات اللي هتساعدنا في تحقيق أهدافنا للعام 2021، إزاي هستفيد من الفرص اللي موجودة في بيئتي الخارجية، إزاي هتعامل مع التحديات، ودخلنا منها للأهداف الشخصية. ترجمت بقى كل اللي احنا عملناه ده لأهداف محددة تحت كل أولوية من أولويات حياتي. الجدول ده جدولي أنا، يعني مطلوب من كل واحدة فيكم إن هي تعمل جدول مثيل بكل أولوية من أولويات حياتها، وإيه الأهداف اللي تحت كل أولوية. ما تكتروش الأهداف، 3 ماكسيموم، 2، 1، لكن مش أكتر من كده، عشان نبقى واقعيين وننفذ فعلا اللي احنا خططنا له. ولخصنا كل ده بقى في ورقة واحدة، أتمنى إن انتوا تعملوها. وهي دي بقى إيه؟ البوصلة. فاكرين لما كلمتكم على البوصلة؟ هي دي البوصلة. البوصلة اللي بتعرفنا يا ترى انا ايه رؤيتي في حياتي، ان انا مثلا عايزة اكون سعيدة، او ان انا عايزة اعيش حياة مستقرة، او ان انا عايز انجح في حياتي واكون في المصاف الاولى. ايه هي اولوياتي في حياتي؟ بيتي، اولادي، علاقتي بجوزي، الامور المالية والاستقرار المالي بتاعنا. كل واحد يفكر في أولوياته بالتحديد. القيم
الفاليوز اللي بتوجهنا في حياتنا. ممكن يكون التأثير، ممكن يكون الصحة، ممكن يكون الثروة، ممكن يكون الشهرة، ممكن يكون أي حاجة، ممكن يكون التعاون مع الآخرين، ممكن يكون السلام والاستقرار في حياتي. كل واحدة فينا تحدد قيمها الشخصية. بعدها كتبنا أهدافنا الشخصية. هنا بقى ننقل الأهداف بشكلها النهائي بعد ما نكون فكرنا هل هي محددة، قابلة للقياس، مرتبطة بزمن ولا لأ. كل الحاجات دي فأقدر أحطها في أهدافي الشخصية. أنا سعدت بيكم جدا جدا على مدار ورش العمل اللي فاتت، ورشة العمل الجديدة اللي هنبتديها إن شاء الله إن شاء الله من يوم الاثنين الجاي، وهنتقابل كل يوم اثنين وأربع وجمعة علشان نتكلم على ورش العمل دي. فعايز أثبت إن إحنا كل يوم اثنين وكل يوم أربع وكل يوم جمعة من أيام الأسبوع هيكون عندنا اللقاءات. ورشة العمل الجديدة هي مهارات تنظيم الحياة وتنفيذ الخطط الشخصية. دلوقتي بقى كل واحدة فينا وكل واحد فينا عنده خطة شخصية. هنتعلم بقى إزاي ننظم حياتنا ونحط هذه الخطط الشخصية في حيز التنفيذ. سعدت بيكم جدا جدا جدا. يا ريت اكتبوا لي على اليوتيوب، اكتبوا لي على الفيسبوك، ويسعدكم انتوا كمان اكتبوا لي على الفيسبوك، ادخلوا على البيج بتاعتي على الفيسبوك للرجالة، للرجالة وللسيدات. البيج بتاعتي للرجالة وللسيدات، لكن الجروب للسيدات فقط. لكن عن طريق كل الاماكن دي تقدروا تبعتوا لي مسجز، رسائل خاصه كمان، لان في ناس ما بتحبش تحط اسمها على الفيسبوك او اليوتيوب. تقدروا برضو تبعتوا لي رسائل خاصه وهجاوبها، اما بفيديو بتكلم فيه عن المشكله بشكل عام او برساله للسائل. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من لقاء النهاردة، وقابلكم إن شاء الله يوم الاثنين الجاي في نفس الميعاد الساعة 9 بتوقيت القاهرة علشان نتكلم. كلنا محتاجين الكلام ده بجد على فكرة يا كاتيا، يعني كلنا محتاجين الكلام ده. يوم الاثنين هيكون أول لقاء ورشة عمل في مهارات تنظيم الحياة وتنفيذ الخطط. المرة دي بقى محتاجة يكون معاكم دفتر المواعيد زي ما طلبت منكم. ياريت تشتروه، هيكون سهل جدا ان انتوا تلاقوه المحلات، المكتبات، مكتبات المواد الدراسية موجود فيها دفتر المواعيد، عشان ابتداء من يوم الاثنين ان شاء الله بإذن الله هنشتغل في الورك شوب دي. سعدت جدا جدا بيكم، وأشوفكم يوم الاثنين إن شاء الله. مع السلامة.